اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل انستغرام لا يعمل. نقوم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، بعدها سوف نقوم بانتظار قليلا، من ثم سوف نقوم بالنزول الى الاسفل والبحث عن انستغرام، قوموا بالنزول الى الاسفل والبحث هنا عن انستغرام خاص بكم. سوف يظهر على هذا الشكل، سوف يظهر على هذا الشكل، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن انستغرام خاص بكم.